لسه مكمل معاك، وتعالى معايا في كبسول تول الكونكت بلس جريد 5، وتعالى نقول لك انت فاكر هاف اللي هي من كان شويه، وفاكر هاز. طيب قال لك هاف وهاز هم يا مستر لازم يا احمد يجي بعديهم البي بي اللي هم الباست بارتيسيبل. ايوه طيب اروى تقول لك انا مش فاكره الباست بارتيسيبل ده هو الا حاجات بسيطه يا مستر. اقول لها حاضر. الباست بارتيسيبل لو انا عندي فيرب ريجولر منتظم معايا يا محمد، عاده بيبقى اخره اي دي، عاده بيبقى اخره ايه. طيب فكلمه اروى بتقول لك كده اهو ان الريجولر ده يا مستر بيبقى عاده اخره اي دي. يعني لو فيرب زي بلاي ده اهو، لو انا جيت قلت لك طلع لي التصريف الثالث بتاعه، مش هو في الثاني بيتحط له اي دي؟ يبقى برده في الثالث هيتحط له اي دي. طب ده الدنيا سهله اهو يا مستر. يبقى هاف وهاز عاده بعده فيرب في اخره ايه؟ اي دي. حلو مركز يا مصطفى. يبقى انا لو نزلت تحت كده اهو وقلت لك في الكوركت اي هاف بلاي، يبقى اي حاجه بعد هاف وهاز منتظمه لازم يتحط لها ايه؟ ايوه كده. طب انا مشكلتي في الحياه في ايه؟ في الاورجولر. الاورجولر ده حضرتك لازم تبقى حافظه كيب. طب ازاي؟ قال لك ملوش اي دي، مفهوش، ما تحطلوش اي دي. زي مين؟ زي كلمه جو الباست بتاعها وينت. طب الباست بارتيسيبل جون، يبقى انت بتاخد منين؟ من الباست بارتيسيبل. مركز؟ انا مركز. طب ما تديني اكزامبل كده. هقول لك كده اهو تيست يور سيلف، وهبدا مع احمد في الكوركت. مركز يا احمد؟ انا مركز يا مستر. لما اجي اقول لك كده اهو نمبر 2 شي هاز بلانت بينز، هتاخد ايه؟ ايوه هاف وهاز بعديها ايه؟ ايوه يبقى بلانت ده هي مستر لازم تحط لها ايه؟ اي دي. يلا يا محمد يا وليد، لما اجي اقول لك كده they has helped mom have. ايوه لان زي بتاخد مين؟ have. يلا يا محمد يا هاني، لما اجي اقول لك علي has watch TV، هتاخد ايه؟ watched. يلا يا مصطفى، لما اجي اقول لك they have go to school تن تن تن، يبقى بعد have و has، بعد have و has ممنوع تصريف تاني. ممنوع تصريف ايه؟ تاني. يعني ممنوع تحط went، تبقى غلط. ماشي يا مستر؟ حد قاعد مش فاهم؟ اقول حاجه كمان، يعني هتنزل جو زي ما هي، يبقى مش هتنزل جو. انت هنا اهو التصريف التالت بتاع جو مين؟ ادي 1 2 3 صح. انا باخد بعد هاف وهاز تصريف تالت، ما باخدش لا اول ولا تاني. يبقى بعد هاف وهاز ممنوع تصريف ثاني او اول، ممنوع تصريف ثاني او ايه؟ اول. او اول. ماشي يا مستر؟ يبقى بعد هاف وهاز ممنوع تصريف اول او ايه؟ تاني. لازم ناخد التصريف الكام؟ التالت. التصريف التالت في المنتظم في الرجلر عاده اخره ايه؟ ايدي. عاده اخره ايه؟ ايدي. طيب لو فعل الرجلر لازم حضرتك تبقى ايه؟ حافظه. حد قاعد مش فاهم؟ تمام. يبقى انا فهمت حاجه قبل ما امشي، ان ممنوع بعد هاف وهاز فعل اخره اس صح، ممنوع فعل اخره اي ان جي. اوكي الفعل لا اما اخره اي دي، لا اما ايه؟ لا اما يتحفظ زي جن كده. تمام يا شباب، تعالى ناخد كبسول جديد.